التقى وزير الخارجية الأمريكي بومبيو ونظيره التركي مولود جاوش أوغلو في واشنطن وأعلنا توقيعهما على خريطة طريق بخصوص مدينة منبج في شمال سوريا. وشدد الوزيران في بيان مشترك على تمسك الولايات المتحدة وتركيا بتنفيذ جميع نقاط الخطة الجديدة، مشيرين إلى أنهما بحثا مستقبل التعاون بين بلديهما في سوريا والخطوات الواجب اتخاذها من أجل إرساء الأمن والاستقرار في منبج دون شرح تفاصيل الوثيقة. في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وعلى رأس مباحثات الوزيرين كان ملف دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية. وتوصل الجانبان على ضوء مخرجات اللقاء إلى تفاهمات حول مدينة منبج قد تشكل اختراقا في مجال عودة العلاقات التركية الأمريكية إلى طبيعتها، حيث من المفترض أن يتفق الطرفان على انسحاب الوحدات الكردية من المدينة خلال مدة أقصاها شهر. يتبع ذلك دخول عناصر استخبارية تركية وأمريكية إلى المدينة تعمل على تشكيل إدارة محلية مدنية وعسكرية. وكان أوغلو قال في تصريحات صحفية سابقة في واشنطن إن لقاءه مع بومبيو حول منبج قد يشكل انعطافة كبيرة في العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن خارطة الطريق الموجودة بين البلدين حول منبج تنتظر المصادقة عليها. ليس على المدى البعيد، لأن هناك الكثير من المواضيع التي تثير التوتر بين البلدين ولا يمكن حلها بلقاء واحد. في الإعلام التركي وفي وزارة الخارجية التركية يتحدثون عن اتفاق بخصوص منبج، لكن الجانب الأمريكي لم يصادق على ذلك، ما يشير إلى استمرار التوتر بين الجانبين، وهذا ليس هو الموضوع الوحيد. وبعيدا عن الملف الكردي، سيبحث الجانبان قضية تسليم معارضين أتراك من جماعة فتح الله جولين إلى السلطات التركية، إضافة لملف شراء تركيا لصواريخ S-400 الروسية، وملف استلام أنقرة لطائرات F-35 الأمريكية. وأعود إلى ضيفي في الاستوديو، أبدأ معك دكتور فادي، وأنت تعي ما يجري في الجانب الأمريكي. ملف منبج لا ينتهي بين تركيا والولايات المتحدة، والآن يعلنان عن اتفاق بومبيو وأوغلو، لا يوجد أي تفاصيل عن هذه الوثيقة. وهل برأيك في نهاية المطاف سوف تنسحب الولايات المتحدة من منبج وتترك الأكراد؟ لننتبه للكلام، هو لم يكن اتفاق، يقول عن خارطة الطريق ويقول اتفقنا كلاميا عندي التصريح هنا بمراقبة الموقف في منبج ومراقبة، ولم يقول اتفقنا على الموضوع. هناك خلاف، تركيا ترى أنها يجب عليها الوصول إلى منبج، الموضوع الكردي مسألة شائكة جدا في داخل تركيا لأسباب مفهومة، حتى في داخل تركيا نفسها لا يزال في هنالك مواجهات بين قوات كردية وبين قوات العثمانية التركية. الآن نرى مد تركي في شمالي العراق، والآن أبعد مما يعتقد الأشخاص وصلوا إلى الجبال، مناطق جبلية سنجار، وهي المناطق واحدة أكثر جوا القوات الخاصة اليوم التركية. تحدث عن ذلك، تركيا بنسى تستمر في عملتها في القوات الخاصة، واصلت أبعد من هيك، القوات الخاصة التركية مش أبعد من هيك، ويعني هن في حالة غزو في شمالي سوريا وفي شمالي العراق، ويلعبوا أيضا مع جهات جهادية وغيرها. هناك ضغوط على تركيا من ناحية الاقتراب إلى حماس والوضع في غزة، قد تفكر بهذا الشكل أو الآخر، ولكن هيك أيضا مسألة شائكة بين الدولتين. هناك مسألة مفتوحة، والرئيس إردوغان عليها يقرر هل هو يريد أن يستمر بهذا المسار السلطاني. هناك مد تركي إلى حتى البحر الأحمر، إلى جنوبي البحر الأحمر، في حتى موقع أو قاعدة بحرية تركية في البحر الأحمر الآن، حتى وصل السودان إلى جزيرة في السودان بالضبط. فالسؤال إلى أين أنت ذاهب؟ أنت جزء من ناتو، وعليك الالتزام بالخطة الاستراتيجية لناتو، ولكن تعمل خارج هذه الخطة. نعم، كما قال لي أحد الإعلاميين السوريين بأن إسرائيل تركز على نفوذ إيراني في المنطقة، هناك نفوذ تركي ونفوذ إماراتي ربما أقوى في نهاية المطاف، جنوب اليمن أصبح إماراتي بشكل واضح. دكتور عنان، دعنا نقول بالنسبة لبومبيو وأوغلو في هذا اللقاء، وكأنه أمام الإعلام طرح ملف
واحد وهو ملف منبج ومن يراقب العلاقات التركية الأمريكية في الأونة الأخيرة. هناك ملفات شائكة عديدة، F-35، S-400 وتوجه تركيا إلى روسيا ببديل مكان F-35 وفتح الله جولن وقضية الأكراد، وكأن الأطراف على طريق التوتر أكثر وأكثر. نعم، قبيل يعني الانتخابات في تركيا. طبعا قبيل الانتخابات وتركيا، تصريحات تركيا الأخيرة التي سمعناها، يعني هي تريد أن تحمي أولا وأن ترعى شؤون السنة في سوريا. وكان تراجع تركي واضح يعني خلال السنوات الأخيرة، خاصة إزاء موقفها من دمشق والتواجد الروسي والتدخل الإيراني، كان نوع من تناغم مجدد، إلا أنه كان على مضض. يعني تركيا في حالة ضغط، هي لا تريد هذا الحل في سوريا، أرادت حل آخر في سوريا، وكانت من الجهة الخاسرة عمليا، وهي أرغمت على دخول نوع من منظومة استراتيجية إقليمية لم تختارها منذ البداية. هي لم تختار هذا التدخل الروسي، الدب الروسي، والتهديد كان تهديد لأمنها القومي من الشمال، وكذلك هذا الوجود الإيراني الآن، وتثار قضية الأكراد، وخاصة أن تأتي أمريكا، وأمريكا دولة عظمى لا نعرف استراتيجيتها، هنالك قراءة غير واضحة بالنسبة لمستقبل أمريكا في المنطقة، لأنه منبج هي منطقة حساسة جدا، وهذا يثير غيظ كبير في داخل تركيا، لأنه تركيا في نهاية الأمر تريد أن تحافظ على وزنها من النواحي العسكرية الإقليمية، وعندما يثار موضوع السلاح يعني هي تريد من جهة تهدد بأنها ستملك S-400 من روسيا، وهذه نقلة نوعية لدولة هي جزء من ناتو وليست جزء من أوروبا، رفض أوروبي كما رفض عربي لتدخلها، فهي في حالة صعبة من ناحية سياستها الخارجية، فهي تهدد أمريكا بأنها ستنتقل عمليا استراتيجيا إلى السلاح الشرقي، وتطالب في نفس هذا الحديث بالإف 35، يعني الطراز الخامس لهذه الطائرات الموجودة في إسرائيل، وهنالك حديث غير مقبول، وهنالك حديث بأنه هنالك الإمارات يعني سيحظى لاحقا بهذه بالإف 35، وحتى أيضا نشر بأن إسرائيل لا توافق على إعطاء الإمارات. طبعا لا، ولكن هذه دولة تركيا، هي دولة هي جزء من ناتو، هنالك طبعا لها وزنها من ناحية عسكرية، فهذا يثير أكثر هذا الجدل ما بين أمريكا وبين تركيا. نعم تفضل. العلاقة بين الخط، خط السلطان أردوغان خط غريب جدا، هنالك حدود لدرجة التقدم الذي يستطيع أن يحققه مع روسيا. العلاقات الروسية التركية منذ 4 قرون علاقات متوترة جدا، وحتى قبل عام واحد لنذكر سلاح الجو التركي أسقط طائرة روسية. صحيح، ربما في الأجواء التركية ربما لا، واعتذر أردوغان بل. ماشي، هسه الموضوع يعني هناك حدود. بعدين التهديد في S-400، روسيا غير معنيه بنشر S-400 في كل مكان، لان هنالك سمعات في داخل الوكالات، انا لا عندي وكالات الاخبار، بان S-400 ليس بالمنظومه التي يحاول ان يسوقوها، وراينا كمان فشل لاسلحه روسيه اخرى في الميدان السوري، فهن يعني موجودين في حاله ان هن غير معنيين بإدخال هذه المنظومة في أماكن فعالة من ناحية عسكرية، لأنه قد تظهر كمنظومات دون المستوى التي يسوق فيها. هذه نقطة هامة جدا، الكثيرون يتجاهلوا المسألة الاقتصادية هون. هي لم تباع حتى الآن، دعنا نقول هي موجودة، في الميدان السوري، مفروض تكون في منطقة وادي جهنم في سوريا. أوكي، ما جابتش نتائج كبيرة في، وهي كانت ضربة قاسية جدا لجهود التسويق لهذه المنظومة مقارنة بالمنظومات الأمريكية الباتريوت وغيرها. موضوع ثاني، تركيا لنذكر أيضا الضربة الاقتصادية التي شهدتها قبل تقريبا 3-4 أسابيع مع الليرة التركية، التي وهي كانت عملية ضربة اقتصادية واضحة وتهديد تعيشها حتى اليوم تركيا. طبعا، ولذلك هي يعني إمكانياتها للتلاعب، هي لازم أن تفهم كما الأردن عليها أن تفهم أن هناك حدود لقدراتها. هي تلعب الآن في ميدان القوات العظمى الكبرى، الولايات المتحدة، روسيا والصين، أوروبا. أنت ليس بهذا، يجب أن تكون في مسار بطريقة واضحة. ربما بشعور بأن أردوغان بدأ يشعر بالضغط،
طبعاً. قبل الانتخابات اليوم أتحدث عن الأكراد وكأنهم جزء من الشعب التركي ويحاول استمالة الأكراد قبل الانتخابات، وحتى قام بتغيير قانون الانتخابات بالنسبة للإئتلافات، ما يشير بأن أردوغان بشكل واضح يشعر بالضغط. نقطة أخرى، إلى أي مدى يغضب الطرف الأمريكي هذا الحلف بين تركيا وإيران وروسيا؟ ربما تركيا وإيران أكثر، هناك استراتيجية أمريكية ضد إيران. نعم، روسيا وإيران تلعبان دورا يعني يقيم بأنه عالي جدا من حيث مستواه، من حيث اللعبة الدبلوماسية الإقليمية. يعني تستميل دول، مثلا ذكرنا الأردن والتقارب الذي حصل كذلك مع الأردن في الآونة الأخيرة. وبالتالي الأمريكان ليس باستطاعتهم يعني، وليس من نهج الأمريكان اللعب بهذه الشاكلة. وبالتالي نحن نرى بأن تركيا وصلت إلى وضع كما قلت سابقا لم تختار هذا الوضع، إنما هنالك ملفات مفتوحة مع أوروبا، ملفات مفتوحة مع أمريكا، وأمريكا لا تقرأ بشكل واضح ماذا يحدث في داخل تركيا. من جهة دولة تميل أكثر إلى أن تكون من الدولة العلمية تنتقل إلى دولة أكثر مع طابع إسلامي، هي تترك الدول العربية وكل الحلف الذي يميل أكثر إلى أمريكا لتخوض يعني نوع من اصطفافات وائتلافات جديدة إقليمية لم يعتادون عليها. هي جزء من ناتو، ولكنها تهدد أوروبا بزج المهاجرين وفتح باب الهجرة المجددة إلى داخل أوروبا. وبالتالي أمريكا لم ترى في هذه الحكومة بالذات، ليس في تركيا ككل، إنما في هذه الحكومة مناسبة لسياساتها. وأنا أعتقد أن أمريكا الآن هي تريد أن تحافظ على نوع من استقرار مع تركيا، ولكنها هي تحاول أن ترى ما هو البديل لهذه الحكومة في الداخل التركي. تفضل. أين الموضوع من وجهة نظر استراتيجية عليا؟ كل الحرب هي في الشرق الأوسط في الآخر هي على شغلتين، ممرات وموارد في النهاية، جغرافيا وطاقة. وطاقة على الأغالب، ليس فقط طاقة على فكرة. الآن نحن نقترب لحل، قد ربما نقترب لحل معين في سوريا، ربما يعني من هون إلى عام عامين قد يكون نوع من الحل في سوريا، نبدأ نرى هذا الشيء. هناك تحولات مهمة الآن، هام جدا الوضوح ماذا يحصل إذا فعلا انتهت الحرب في سوريا في هالسنة سنتين الجايين دول. سوف يكون نوع من هنالك فرص إلى انتعاش اقتصادي في كل المنطقة، سواء كان في تركيا أو في الأردن أو في كل دول، في العراق وغيرها. هنا هام جدا لكل طرف الآن يحاول أن ينهي الحرب، أمريكا أم روسي، أن يفهموا أين هم موجودين، ما هي الأصول التي سوف تبقى معها. وعندما أنت تلعب في داخل هذا الجو، في داخل هذه المنظومة، تلعب دور اللي مش هون مش هناك، فأنت هون تخلق مشكلة. ولذلك يحاول كل طرف أن يضبط الجهات التي جزء من حلفه. نعم دكتور فارس مهين، موظف سابق في السلك السياسي مجلس النواب الأمريكي، شكرا جزيلا لك. دكتور عنان وهبي، مستشار الأمن القومي، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، نأتي إلى ختام هذا المساء، سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعده إلى المناظرة اليومية. ابقوا معنا.